رحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ويمكن كل المتابعين للمتغيرات العالمية اللي بتحصل حاليا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار، يعني في الحقيقة يمكن مصر خدت خطوات استباقية من قبل ده في أو من خلال البرامج الاجتماعية والحمائية. البرامج دي مهمة جدا وبتتبناها الدولة، من بينها برنامج تكافل وكرامة اللي قدرت الدولة من خلاله إن هي توصل لفئات عديدة كانت خارج منظومة الرعاية والدعم. من بكرة هينضم 450 ألف أسرة، 450 ألف أسرة جديدة هتنضم لهذه البرامج الحمائية وتحديدا برنامج تكافل وكرامة. تفاصيل أكتر هنعرفها من خلال الدكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي اللي منورنا ومعانا عبر الهاتف. صباح الخير يا دكتور. دكتور ياسر، يعني زي ما احنا قلنا يمكن أهم هذه البرامج الحمائية والاجتماعية هو برنامج تكافل وكرامة اللي بتحاول من خلاله الدولة إن هي توفر حياة كريمة للمواطنين المصريين في كافة ربوع الدولة المصرية تحديدا، علشان يعني يقدروا اللي هم يواجهوا هذا الغلاء ويكون عندهم دخل إلى حد ما قادر على استيعاب هذه المتغيرات، وفي الحقيقة هي متغيرات عالمية. دكتور ياسر، يعني بعد صباح الخير زي ما قلت لحضرتك عاوزين نعرف إيه هي أو إيه اللي اتحقق من خلال برنامج تكافل وكرامة حتى هذه اللحظة، وهل وصلنا ل الرقم المستهدف في الخطة ولا لسه؟ احنا بنتكلم على 450 ألف أسرة تنضم لتكافل وكرامة. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الخير يا استاذ هدير. احنا بالنسبه لنا في تكافل وكرامه يعني بنستهدف ان يضم اسر جديده من الارامل والمطلقات والمسنين والعجزه اللي هم موجودين في الويتنج او في قائمه انتظار وزاره التضامن خلال الفتره القادمه. بالنسبة لنا الفئات المستهدفة يعني أرملة ذات أولاد أو مطلقة ذات أولاد أو أسرة مسجون ذات أولاد، وبنستهدف اللي هي المسنين اللي فوق ال 65 سنة، بنستهدف اللي هم الإعاقات الشديدة اللي داخل البرنامج، بنستهدف الأيتام داخل البرنامج داخل قواعد الزايمة. عظيم جدا. طيب ده الفئات المستهدفة، ايه بقى المخطط للفترة المقبلة لهذه الفئات؟ المخطط احنا طبعا شغالين للفئات دي على تكافؤ فرص تعليمية بالاضافة للدعم النقدي، ان تكافؤ وكرامة ليست دعم نقدي فقط. تكافؤ وكرامة فيها هي دعم عيني في التكافؤ فرص تعليمية، تكافؤ فرص صحية، تحسين مستوى السكن من خلال برنامج القوم حياة كريمة. نعم. كل ده شغال على قاعدة بيانات تكافؤ وكرامة. نعم. طيب قاعدة البيانات دي بتشمل كافة المحافظات، وإيه هي أكثر المحافظات الاستفادة من البرنامج الخاص بتكافل وكرامة؟ هو طبعا احنا طبقا لتقرير التنمية البشرية وطبقا للقرى الأكثر احتياجا، أكثر المحافظات المستفيدة في برامج الدعم النقدي التكافل وكرامة هي محافظات الصعيد، بدءا من محافظة أسيوط وسوهاج والمنيا وأسوان. دي اكثر المحافظات استفاده من برنامج تكافل وكرامه، ان اعداد المستفيدين في تلك المحافظات يفوق ال 300 الف مستفيد داخل كل محافظه. نعم دكتور ياسر. المنيا تفوق ال 360 الف، الاسيوط 300 الف مستفيد. سوهاج يعني مستفيد من برامج الدعم النقدي في تكافل وكرامه حوالي 280 الف مستفيد. طيب دكتور ياسر، حضرتك ذكرت ان الدعم ما بيكونش دعم نقدي فقط بل ليه اوجه اخرى، عاوزين نعرف ايه الاوجه الاخرى متمثله في ايه؟ يعني الاوجه الاخرى ان احنا بنعمل يعني تكافؤ فرص تعليميه بالنسبه لكل اسر تكافل وكرامه مع تيم المصروفات الدراسيه، مع في منح دراسيه لطلبه التكافل وكرامه المتفوقين وتكافؤ فرص للدخول للجامعات الخاصه. نعم. في بالنسبه لتامين صحي شامل ورعايه صحيه لجميع اسر تكافل وكرامه. في بالنسبه لتكافل وكرامه جميع اسر تكافل وكرامه لهم بطاقات تموينيه، دلوقتي بنسعى ان كل نغطي ال 4 مليون اسره كاملين باستفاده ببطاقات التموين. احنا بنشتغل ان احنا الاسر التي لديها اطفال في من يوم ل1000 يوم الاولى في حياتهم ان احنا ندعمهم بسله غذائيه. جميع اسر تكافل وكرامه التي لديها طفل او طفلين اقل من سنتين بيتم دعمه
نعم في ان احنا من خلال مع الجهات الشريكه، مع صندوق احياء مصر ومع مع بنك الغذاء، بنحاول توصيل كراتين سلات غذائيه للمستهدفين، سواء المستفيدين من الدعم النقدي او غير او خارج المستهدفين من الدعم النقدي. ان تكافل الكرامه مسجل على قواعد البيانات 33.5 مليون مواطن. طيب دكتور، الاوجه الاستفاده دي يعني غير قاصره على الشريحه الاولى اللي هي مستفيده للدعم النقدي. يعني ال 33.5 احنا بنحاول نشتغل عليهم بقدر الامكان، نعمل لهم تكافؤ فرص وتوازنات في الازمات. يعني كراتين السلات الغذائيه ليس للمستفيد من الدعم النقدي فقط، ولكن للمستفيدين واللي هم مرفوضين اللي هو خارج الكت اوف بوينت اللي احنا شغالين عليها داخل وزاره الصحه والعلاج. يعني حضرتك اتكلمت على يعني سلسله من الامتيازات اللي بيحصل عليها المستفيدين من برنامج تكافل وكرامه، لكن ازاي اللي انا اتقدم بقى للحصول على برنامج تكافل وكرامه؟ التقدم للحصول على او الالتحاق ببرنامج تكافل وكرامه هو باب التقدم مفتوح على مدار العام ولا يغلق ابدا. طبعا من حق اي مواطن تنطبق عليه الشروط، سواء شروط تكافل او شروط كرامه، التقدم لتسجيل بيانات على قواعد البيانات من خلال الاوراق الثبوتيه العاديه اللي هي صوره بطاقه الزوج وصوره بطاقه الزوجه وشهادات ميلاد الاولاد وافادات مدارس. ده بالنسبه للاسره اللي هي التكافليه. اما كرامه اللي هو المسن او المعاق او العاجز من خلال اوراقه الثبوتيه ايضا، صوره البطاقه اجمالي عدد المستفيدين وصل لحد كام دلوقتي يا دكتور؟ نعم، اجمالي عدد المستفيدين وصل لحد كام دلوقتي؟ اجمالي عدد المستفيدين حتى صرفيه مارس الماضي 3 مليون و800 الف اسره. ده من غير المجموعة الجديدة اللي هتنضم لهذا البرنامج؟ لا طبعا، الانضمام للبرنامج بيكون تدريجي ان شاء الله بداية من ابريل، واللي بنستهدف الفئات اللي احنا بنقول لحضرتك عليها اللي هي الارملة والمطلقة والمهجورة بالاضافة للعاجزة والمسنين. طيب في ظل الشمول المالي بقى والتحول الرقمي، في دلوقتي كروت ميزة التابعة لبرامج وزارة التضامن، ايه اللي حققناه لحد دلوقتي وايه هي المحافظات المتبقية للانضمام لكروت ميزة يعني؟ طبعا كارت ميزة كان من ضمن سياسة الدولة للشمول المالي، تم تطبيق كارت ميزة اللي هو البنكي على جميع عملاء تكافل وكرامة بداية من يوليو الماضي. بدأنا بتسع محافظات، كانت إسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب، وحاليا وصلنا ل يعني ما يقارب 26 محافظة. نعم. الباقي يعني الكروت على الوصول للبحيرة، اسكندرية، القاهرة، ده المرحلة الأخيرة، ونكون كده قدرنا نغطي جميع الجمهورية بكارت ميزة. كارت ميزة إيه ميزته للعميل؟ ميزته للعميل إن العميل يقدر يصرف من أي مكنة اي تي ام، عميل تكافل وكرامة ممكن يصرف على مدار الأسبوع كامل، يعني في أيام الأجازات والعطلات. نعم. ممكن اللي هي المعاملات الحكومية، سواء من خلال يعني أي معاملات حكومية وعمالات الشراء من المولات التجارية من خلال الكارت اللي في إيده. طبعا الكارت القديم ده كارت اللي هو الموجود مع العميل كان كارت ليس كارت بنكي، ولكن كارت الميزة ده يعتبر كارت بنكي خطوة أولى وخطوة أساسية لتحويل العميل للشمول المالي. نعم، ده فيما يخص سواء كانت عمليات الشراء أو عمليات السحب النقدي من خلال كارت ميزة. لكن دكتور بقى، من خلال تواجدكم على الأرض، إزاي المشروع ده أو هذه المبادرة تحديدا أو هذا البرنامج فرق مع الناس؟ إزاي شفتم مردود وانعكاساته على المواطنين اللي موجودين؟ لأن احنا بنتكلم على مشروع قومي بيندرج برنامج تكافل وكرامة تحت مشروع قومي وهو مشروع حياة كريمة، يعني إزاي انعكس ده على الناس؟ أثر عليهم إزاي يعني؟ طبعا مشروع تكافل الكرامة هو بدأ انطلق في داخل الدولة في 2015. نعم. حياة كريمة انطلق أو بدأ بدايته في 2019. بالنسبة لبرنامج تكافل الكرامة، هو برنامج قومي بيستهدف الأسر الأولى بالرعاية طبعا، واللي هي الأحق بدرجة أولى في الدعم النقدي، الشريحة الأولى. نعم. وبالإضافة للأسر اللي هي إيه قريبة من خط الفقر. البرنامج تكافل الكرامة احنا بنقيس أثره سنويا بإيه العائد اللي عاد على المواطن. طبعا من خلال تكافل الكرامه قدرت الاسر المصريه اللي هي الفئات الهشه والضعيفه ان ينتظم اولادها في التعليم. نعم، بس بشكل كبير ان مساعده تكافل الكرامه
قدرت تشجع الأسرة على انتظام أولادها في التعليم كشرط أساسي لتكافل الكرامة. نعم، يمكن الإضافة حضرتك ذكرت يا دكتور، يعني حضرتك ذكرت ان المشروع الخاص او البرنامج الخاص بالتكافل والكرامه كان من 2015 و2019، هي مبادره حياه كريمه او المشروع القومي حياه كريمه، لكن فكره ان من خلال مبادره حياه كريمه اعتقد ان انتوا وصلتوا لفئات اكثر يعني استفاده بهذا البرنامج من خلال دراسه الجدوى اللي بتحصل في المحافظات المتعدده والقرى والنجوع ايضا، فازاي المشروع وجودكم تحت المشروع القومي حياه كريمه فرق معاكم انتوا كوزاره التضامن الاجتماعي في الوصول لفئات هي فئات مستهدفه بالفعل؟ هو احنا بالنسبه لتكافل وكرامه هو قدرنا نوصل للفئات المستهدفه قبل حياه كريمه، ولكن حياه كريمه بيشتغل على قاعده بيانات تكافل وكرامه، يعني لا. احنا الوصول للمستهدف للأسر الأولى بالرعاية كان بدأ في تكافل وكرامة وليس في حياة كريمة. بدأ من 2015، إحنا قدرنا نوصل للمستهدف بتاعنا في 2018 مليون و800 ألف أسرة. فتكافل وكرامة بيستهدف الأسر، ولكن حياة كريمة بالإضافة لاستهداف الأسر بيستهدف المناطق والتطوير البنية التحتية وبناء المدارس والمستشفيات والخدمات اللي بتتم التطوير الكبير، التطوير في القرية في نطاق القرية أو نطاق المركز بشكل اعم وبشكل اقوى. طبعا تحسين اللي هو المحور الثالث لتكافل وكرامه، احنا بندور على، احنا في تكافل وكرامه بنشتغل على ثلاث محاور، المحور الاول اللي هو محور التعليم، المحور الثاني اللي هو محور الصحه، المحور الثالث اللي هو تحسين مستوى المعيشه. من خلال المحاور الثلاثه بنقدر يعني نقضي على حلقه الفقر او نضيقها وننقل الاسر من المستوى الهش والضعيف للمستوى اللي هو ممكن يمكنهم الاعتماد على الذات. فحياة كريمة يعني اشتغل على المحور الثالث بشكل أكبر وبشكل أوسع، اللي هو تحسين مستوى المعيشة سواء مستوى السكن أو مستوى البيئة المحيطة أو الخدمات الأساسية كصرف صحي ومياه شرب ومدارس ومستشفيات. ولكن محور التعليم احنا بنقول لابد من انتظام أسرة تكافل وكرامة، الأولاد، انتظام الأولاد في التعليم بالإضافة للتردد على المشروطية الصحية أماكن تلقي الرعاية الصحية الأولية، نعم. لابد أن نوصل التكافل والكرامة. إحنا من خلال شهر 6 الجاي هنبتدي نطبق المشروطية الصحية والمشروطية التعليمية. يعني الأسر اللي هي أسر تكافل لو ما ترددتش على طبقا لشروط البرنامج على المراكز الصحية والطبية لتلقي الرعاية الصحية الأولية للحفاظ على حياة المجتمع ككل وانتظام أولادها في التعليم بشكل منتظم، طبعا هنبتدي تطبيق الشروط وتطبيق الخصم من المبالغ بحيث ان احنا نحس الاسر وندفعها، اللي لابد نمشي في محاور التنميه اللي هي التعليم والصحه. واحنا كدوله من خلال البرنامج القومي حياه كريمه بيشتغل ان تحسين مستوى المعيشه بشكل اكبر سواء خدمات صرف صحي او مياه شرب او تحسين البيئه وبناء مدارس ومستشفيات يعني ونقل في النهاية المجتمع يا دكتور نفسه. بتتوحد الجهود وتتوحد الرؤى وتتضافر كل مؤسسات الدولة من أجل هدف واحد فقط وهو تحسين حياة المواطن المصري. الدكتور ياسر عبد السلام مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. ويمكن برنامج تكافل وكرامة هو جزء من كل جزء من منظومة كبيرة قوي عكفت عليها الدولة من 2015 زي ما قال دكتور ياسر أثناء انطلاق البرنامج الخاص ب، بنتكلم على التداعيات لمواجهة التداعيات الخاصة ب يعني الخطوات الاقتصادية اللي عكفت عليها الدولة في 2015 من أجل تحسين مستوى المواطن وعدم تأثره بشكل مباشر لهذه التداعيات الاقتصادية. والنهاردة في ظل وجود يعني متغيرات عالمية بسبب ما يحدث في العالم وتحديدا في روسيا وأوكرانيا، أصبح وجود هذه البرامج حتمية، وكأن الدولة لها رؤية نظر مستقبلية كانت هذه الرؤية الهدف منها هو توفير حياة كريمة لكل مواطنين في كل ربوع مصر أو جمهورية مصر العربية.